الصناديق الله اعلم اش بوعوا اللي غادي يخرجوا لنا، ولكن كاين شي حزاب، كاين شي حزاب دايرين الدرابل، مخيطين الدرابل، ها مرسوم من هنا مرسوم من هنا مرسوم هنا، تيقلبوا على الاغنياء يرشحهم، ما عندهمش مناضلين، هادو عاد الدرابل. اما اللي تغربل من العداله وتميه وطاح بحال شي حبات الزيتون طاحت من الشجره، تيتخاطف الزرزور والجاوش وداك الشيء، عندهم قيمه وتيستقبلوهم وتيرشحوهم، هادو حزاب. هذا هو المشكل ديال الشعب، ما بقاش عنده الثقه في هاد الحزاب. ولا شفتوا تطوان قل من 20% ديال المشاركه، هذا فعلا ان الشعب وعى بلي هاد كثير ديال الاحزاب ماشي احزاب حقيقيه، وما يمكنش غدا تكون عندها القدره ان دير التعديل، انها دير فعلا التعديلات اللازمه والاصلاحات اللازمه. وتنظن كذلك هاد التغيير ديال القانون الانتخابات ديال القاسم، يعني غتكون عندك 10 الاحزاب في الحكومه اللي غادي يتفق بيناتها، الجماعات المحليه حدت ولا حرج. اذا غادي ندخلوا واحد المرحله صعبه جدا في تدبير الشان العام والتدبير المحلي، ولكن هادو اللي صوتوا كيتحملوا مسؤوليه امام المواطنين، امام المغاربه، انهم خربقوا الديمقراطيه في البلاد. والمواطن شحال من بلاصه تنمشي غير ضحك الناس، تيقول لك واش كاين شي فلوس، ولات هاد مناسبه الانتخابات ولات ديال توزيع الفلوس، وتنقول لهم الا توزعوا الفلوس راه كل سبب بسبب العداله والتنميه، باش يوقفوا طريق العداله والتنميه. اذا العداله هذه استافدوا راه بسبب وجود العداله والتنميه، كل ما كانش العداله والتنميه كاع ما يفرقوا هاد الفلوس. واش الا العداله والتنميه ما كانش في المرتبه الاولى، قالت اذا ما كانش في المرتبه الاولى واش تقدروا تكونوا في الحكومه واخا ما تكونوش في المرتبه الاولى؟ وهذا غطلب لي الراي الخاص ديالي، اما المجلس الوطني الراي الخاص ما ندخلش، الراي الخاص هو هذا، ما يمكنش نزكي شخصيا، انا ما يمكنش نزكي ما شاهدناه في هذه الحمله وفي تغيير القوانين وغيره، نجي نزكي هذا ما يسمى بالاصلاحات، نجي نزكي المال. الراي ديالي سادافع عن عدم المشاركه، اذا انا قلت لك الشعب معنا ما عرفاش منبعو غادي يخرج من الصناديق. واش شتي يعني بانكم تستعدوا للخساره؟ كيفاش تنستعد؟ انا ما عارف حتى حاجه تنستعد، انا النتائج غادي نشوفها، وذاك الوقت العداله والتنميه تتصدر انتخابات، الا ما تصدراتهاش انا عارف الاسباب، انا ماشي مفاجاه لي، ما غاديش تكون مفاجاه، ولكن باقي عندنا طموح. ولا ما كان شيء راه حنا عارفين الاسباب، والمناضلين ديالنا خدموا، والمتعاطفين خدموا، والناس قد ارشحنا المناضلين ديالنا واللي كانوا تيديروا الحمله ديالنا، وشوفوا اللي تيدير الحمله لهم، شوفوا اللي رشحوا، ما عندهمش مناضلين، ما عندهمش اللي يوزع الاوراق، تيجمعوا الدراري تيجمعوا لك 100 درهم 50 درهم باش يوزعوا الاوراق وتيرميهم وتيشتتوهم وتيقولوا لنا حنا خدامين، ولكن غنصوتوا على العداله والتنميه.